شيخ نين أوضي أه أيا حنياه كحن الصدي اسبتال أيا لقيي وحانا ليري حنين تان رجم اللهن كدب وحا حنين لوغا ساري ويل أوضلي وين شقيسي كدب حاسكي سايا دي دي أوضيقا وحينا تري حنين تكوشر تواتي ويل كيغا أرين تاسم حالغا ييري يا شيخ هذوب النين ويه مع حنين كلاوكي مو يسكت صاربه وحي ونالي لها وقود علي مثل هذا سوى مثال حليس سلان تانا كفقي سن وضيق سلان تانا كصح سن إن آدم كحبنه سن ليسو بدلو كوان ليسو بدلي كرن ويتران كوان ليسو بدلي كرن ويتران حبنها الترنكة ابن آدم كترن كيسة كقيب قاتل ليس ما بدلي كرم حينيها كم إذا وحكم إذا مكان كأما مين كان دمرك وحكم إذا حبين كترن كرجع وحكم إذا حبين كترن كدمرك ليس ما بدلي كرم صوت محيط حبناها سوى حبناها آدمها سميس كيسة قيب تقومهم سنكولين ساس دراد الروح الهلال هذا وحيح بارسيهن الصفات الوراثية صفات كآدم وكر رحله يحيح بارسيهن حين يهي كي مادان وحي كي مادان محوة هاي هو يدا منك هذا مركا ماشي بصفات كبني آدم كوكول الدوية هي حنبار صنعي هدي كان لغا سارو كان لو قليو وحكا إيمان أي وحلي هذا اختلاط الأنصار نصر كينو بسكو قسمه او ilmahan aad dhashay oo xiniin aadan lahayn aad ku dhashay ma ninkii xiniintii lahaa baa dhalay mise aadan dhalay sooma ilmiyahan samays ma ilmaha laga sameeyay xiniinta faltaraareynaysa sooma cilmi baahidiinta in badan oo kamid marka waxay leeyihiin ma banaano waxa ka imaanaya ikhtilaatul ansab nasabku inuu isku darmado sidoo kale ta sifadkii waraadiga bin aadam ku kala duwanaa oo iyadana isgala ayaa ka dhalanaysa waxa baxuud badan ka diyaariyo ka qoray rag dhowr ah waliba rag dhakhaatiir ka mid ah oo cilmiga takhasus ku leh sida ninka la yiraahdo doktor maxamed cali muxuu ahaay maxamed cali albar waanin dhakhtar ah oo haddana faqih ah سيش نوع على كلنا هذا هو قرا بحمس هذا بحث كقرا سيدو كالي الشيخ محمد المختار الشنقيطي رسالة دي سا يعني الدكتور هذا فوق قاتي أيو أيضا أنا بحث قاس كجهل بعكم إذا الشيخ محمد بن سليمان الأشقر سجن بحثي بكلية مثل هذا أيضا وحيو بديهين رجع وح كقرا إن يسمى بنانين حبناها ترن كائن يعني وحوي يروح لقصها الروح كالروك اليوم محيي لي وحي ليهن آفات كاي دباتوين كهدا أن كهدا اللي بي ليهن ما دام أي سيدة استهي وضيق الله قلي حنين ويلكي سولية هاي اسكرنا ويلك هو يدي حتى هويني كالو مقال منكر وين صحصان ده قورد سلان دو ديت لده يسو دواني وين صحصان ده لو أن بيتبو سمينا نكاس أما حنين تيس هايسكا وطو دور هايسكا داي أما هدو الدمر ربو حنين ده ديب دم بحر لوسا رو فنانك هر لوسا ويحي قصوا هر عمر كاسا كوشا قيس تاتي وقصوا هر لكن حنين روح كلي مكان روح كلي روح هزا كوشا قيسانا يا شارع عدو مقلت الصحنا والله أعلم إزاك الله خير شيخ سؤاشا صدح بغلي صدحان شيخ وحا داير روب وحا نقو أي ودوينكي ganacsatadi waxay qaadiyeen badeecadii maadaama aysan magaalada wax kale soo galayn ayay ka faa'iideysteen arintaas diintu maxay ka qabtaa goorta ay dhibaatooyinku dhacaan oo noloshu xoogaa xiriiri gasho tujaarta iyo ganacsatada muslimiinta waxaa looga baahan yahay inay samaaxo iyo fududayn dadka kula dhaqmaan sax ma aha markay dhurufuhu adkaadaan inuu taajirka muslimku noqdo dhiig miirad uu noqdo oo fursadaasi ummaddii u baahan oo qaarkood gaajo u dhimanayaan
وأزمو إيو حالات بوليسي هاي سطو إنو هنقري زيادة أسير رادي هاي سحما مركان الضرر يبقى تدي إنو سيكور ليو حيالي نبي قال له صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ندق الله بما فإذا كرادي لكن فإذا دي مركي عادة حالات كرادي شفت كرادي لكن ظروف تنمضي عباهانت وجدتك كحرمان حقاقي بخار رضي يالي إن هذا استراد وفرصة كفائد صدحير كابولة جسا صحما حالة دانا وحالة دا علماء دوليهين وحالة دا لوبا هيا هي إن الدولة دي النظام كسوفر قليسو وحنتوين كبخار رضي يالا أي سعر ودجس سي عدالة دلوغة شقيه أصلاهان بدي عادة السعر ودجين تيدو مرنا الظلم بين نقطة مرنا عدل بين نقطة مرك عدل نقول إذا واحد كم إذا هديك رأس يقول إيش تبين أيوه أو إيش بربورين أيوه مرك هذا إن سعر لا صمي أيوه كفى إذا اللون كلا بذاري وعدالة هديك رأس تدو بالشدة وهي الشيء أو يطيب يا أيضا وين السفر قليه سعر لا صمي أيوه أو بالشدة مرك هذا الله يليه الله جاب تصديق ميرتك حال هذا مرك لازم كتائر الدولة السفر قليه سيكملته مرك وحيالي واجي دو دعاي وكله تواجي أي نعدا يمحو هاي كروني هي دعاي وكله وهاي دو نوك الدادات وحيرة محو هاي ميلك كم إذا لولك ديجانك أنت يريد بخارد تالي بعدك الودة شيء مركزا نقول بوح يصير ما توا فرصة كفا يديس والسبب تسبب تشرع عدو ديدي إن يعني لك يديو بدي عدا قارهم بدي عدا ضروري جبنا هذا فينسن كم مارمين إن إنتاج كيدي صو هذا مركز السعر بر صوته لا يحتكر إلا خاطئ من النبي صلى الله عليه وسلم حولها ما كيديو لوبا هي هي إلى إقال يوبان ويقال إن مدى هذا السبب إلا روح خلدن ويا برسول صلى الله عليه وسلم مركا يعني علينا هذا حوائج هاي جوائح له هي أزمات كي حال ضع عليه كمك العان أو عنتظر يبدع هذا يغرق يلوبه هي هاي يعني واحد فائدني ولا كفائد كرت كفائد لكنها كفائد يسال ظروفته مركب الشدة هي ستة وعديدي يلبك لها السبب والله أعلم جزاك الله خيرا شخص وش صدق بقول إيو أفراد الشيخ وحن مغري قفك مركب وقصل يو المياء إنه أهل النار هي أرنتاس مصحوة بعض واحد شرمها شيء كبر ليه روح مركو قصلا أيه قصل كانوا حكك هنا يعني حالات كتمت وهم ترى حكك أنت حالات كتمت ويكل مكران ويكل دوانا كران لكن روح قصلا أيه هذا له المي وأهل النار والشيخ الصومالي واحد شرمها واحد دين سلك له نعم زاك الله خير شخص واشا صدح بغول الشناد شيخ أنيقون قور ديار أو أهين شوكان سيمسامين كرا ما حد ربطا شوكان سيادات قور ديار واي ما حد يسول له قويل إذا تكن أقول له قويل صح ما لأن شوكان سيقو أحوي شوكان سيقو خطبة لنهدايو وشيكا قور دون واي هذا قردون هاي وشيك بلاش ووقت اللمس وخيانه أدتك خيام يسوع روحًا أت شيك هذا اللي هو ده يصير دمر كده سطو سيسو هنا قردون ته وقت قاعد كله مين يسوع عند خيام يسوع شيك هذا أت جلي شيء قر كأت كوك جلي سمج يسا مرك دمر كا للاش كيسان يشيك قر لجربه ونيو غور لولو شيكيسانيو شريعادو waxbay fududaysaa markii hore xaraam ahaan jiray fiiradooda in la fiiriyo sheeko in la la sheekaysan karo weeni ajnabi ah waa goorma markay niyadadu tahay guur markay tahay laakiin markay san guur ahayn oo niyadadu aysan guur ahayn haweenaydu waa ajnabi maxa sheekadeeda ma hadalkeeda ma xansanaysaa midalla baad waxa waxa waqtiga u lumin iyadana waqtiga wal lumin maxaad beenta ugu sheegay oo khayaame مفاسد الله بانه خلق بانه نبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور روحي وحوصا هاي نسكبه
لو مرة أو بين أسوأ حرم وقالوا كذي مركب واحد نحن كاهين هالشيء كان تذكر هالو بوين والله عالم جزاك الله خيرا شيخ سؤاشا صدح بقولي الأحد شيخ واحد نسأل دجن هاي عرورة جون ويلك أبوين أو قانجارة أيام قلوا ذا دجن هاي وحالوك أنا عنتو أنت داس أيانا وضعنا محرام بارينكاس لا يتمى لا يتمى بعد الاحتلام أو لا يتمى بعد البلوغ روح مرادو قانجار أقوني ما وكبح مرادو أقوني ما كبحينا حريسة عدو سيني عدي لقنيس هي عدو قتنازل هي عدو قصد قيسنا خيار بولي سومالي باتكو أركي لباتن جير أي كولي واقون سودن جير واقون باي كولي ورمر بادو قان قاعد أقون نبو واقبح أقون ما دو قان قاعد رجي دو مر بيقدونها أقون ما ها حولي سنة سيدي حولا أقون لولا رقم ما يتصرف بولي ساز در هذه الرشين كدو كاسي وضعوني حولي ساتو قصد قيسنا واقون والله أعلم جزاك الله خيرا شيخ سؤاشا صدح بقولي تدوبات شيخ أفر سنة كهر أيام بشهر رمضان حنون صدي ولينا ما قلين قابك وقال لي في دي السماء لا يقرها بعض هذه الصون كوكات تقو مركا أغوهر رسيت فرصة هشو وإن آد قليس فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى هذا فرصة تقوق اللي سهشوا إن السنة تقدم به يسون تقدم به كوجس أو كلا سحمة هذا كوجس أو كلا هذا قل إني وات قل دنتي توبة بالجربة مركل لبعضنا معلمي كاتي إن قل إيش الجربة في دي ما لقوا دريا ورشين ما لراقين هي ومذهب كشافعية دي حنا بلادة آثار بيدري شدنا لكن نص شارع كسوغن متشرو أو رشين كان لغو دريا تلما هي ومثل اجتهادية وفقه ده قاربو تكون اجتهادين ولا بعد جزاك الله خير شيخ سؤال شيخ صدف بقول السديداد شيخ خوف على الدين يقاتي وحونا ونلدى هاي العقتي العقتي أولا كسيي ويقيم العضي ووحى لغو قيمين يا مالنت أوقاتي مسا مالنت أوبحيني لعجها لسكولة هي أما بدعوا أما سيون دين روح أبوك الشيء لعجها هذا دون كلا قد استعماله رؤية قانو الأوراق النقدية هذه قيمة بع قيمته وأود هذه السوق هو بابه قيمة بع سيدو آدو حق بديه حقوق دي الديون تي كحد نيت قيمة لو بدل يا مركب هذه قيمة بعد كوي بدوسن آل أحب بالنيل أو يسكروا يهينا حقوق دي ولي واحد كحر ناني سا لعكتي دين تلو كلامات قياس دي مركع علماء دو كهلان قدر كيبا لديه كراوا هو صدع وين قدر كيبا سلديه كراوا صدع فضو دواي قارو حيليه صدع ميلوت ميل ثلث وكالي قارو يكيريني قارو يكبديني اسكي اجتهاد تاهيدا لكن العقد هذه بابا أضوء أما قيمة هذا آل هو سوق الرعوة وحي كحبنا حقوق يديونها أيدي اللقوة دي ماي واللقوة ريقية وحلوة ريقية قيمها مركا أي لهيت وحي لها إنت بدنا نسبة دلين باللقوة ريقية قيمة هذا واللقوة قيمة إليه كيف سوقات لما تنسى الكهرة ما تنسى الكهرة العقد كينيا قيمها إليه يمان تقيمها لذي اسمها بقول كي بكونت ولحنا بقول كي بقول بيقيم العادي صوما وعكسي در العكس الصومالي جواني لما تنسنا كهر لما صدنا سنا كهر لكور سري والوجود بهر كذا لقدر يجي أفر كون وشري والصومالي ما أنت ما أفر كون وشري هذا سيام قاي ونحن عم نقويسي حبنا نعدم نقويس مع الرهايا وعلى الرهايا العكس ويقيم العادي أصل هانت هذا العقد عن السي هانت هذا قيمة أمله هي الدولة ده وبقيمة أسمه ووراقه وعلى سمين يا مركل العقد وقت جاء السجع
ما هي الذهب كجوين شرتي بالله أما حولها النور كجوين شرتي هذه أفر كونه وقت جا شوكتا أي وقت جا جوين شرتي كبر سوقات صدّن جرام أو الذهب صدّن جرام أو الذهب ما أنت ما هي شوكان بالله أما أفر كونه وقت جا شوكتا هذه جوين شرتي أفر صع الله أفر صع الله ما أنت ما هي شوكان بالله sida samarka xuquuqdi iyo duyuntii iyo lagu kala baxaya ee la dhihi maayo lacagtii burburtay ilaa wa ilaaba xuquuqdi iyo duyuntii ha ku xidnaato la dhihi maayo walaa bacad jazakallahu khayran shakhs wa shakhs da bogola sayalad shakhs shakhs kala geela lacag ma lagu bixin kara asal ahaan sakada marka la bixinayo waxa asal ah shayga xoolaha zakada laga bixinayo jinsigooda in zakada lagu bixiyo ari in ari laga sakeeyo lo in lo laga sakeeyo geel in geel laga sakeeyo yaani rashinkii in rashin laga sakeeyo allahumma wax la ilaahdo arudu tijara alaabta ganacsiga mooyada lacag ahaan baa looga sakeeyo dahabka in dahab looga sakeeyo fidada fidda looga sakeeyo saasa asala laakiin geela laba dhinacba qiimo uu kaga soo aroray xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam geela intuu san gaadhin in geel laga bixiyo adhi baa laga bixiyaa oo shan neef markuu yahay neef adhi laga bixiyaa toban markuu yahay laba neef adhi shan iyo toban wax laga bixiyaa saddex neef adhi labaatan markuu gaadho afar neef adhi shan iyo labaatan markuu geelu gaadho baa waxaa laga bixiyaa nirig yaa nirig laga bixiyaa geel buu markaasuu ka baxay mar kalena waxaa soo aroortay geela da'dii ka bixi lahayd haddii la waayo da'da ku xigtaa la bixinayo oo ka yar kadibna waxaa la raacinayaa laba neef oo adhi ah ama labaatan dirham oo lacag ah matalan neef afar jir a geela ka go'ay waa laga waayay saddex jir baa laga helay waxaa lagu leeyahay saddex jir ka bixi laba neef oo adhiyana raaci ama ma ahee saddex jir ka bixi labaatan dirham oo lacagana raaci halkaana qiimeyn baa ka soo gashay almuhim culimmadu waxay leeyihiin qaar waxay leeyihiin asalkoodu wixii soo arooray mooye xoolaha waa in xoolo laga bixiyo laakiin alimaam abu xaniifa iyo cumar bni cabdilcasiis iyo a'imada qaarkood baa waxay qabaan iyadoo la heli kara xataa inta laga wareego in qiimo loo wareegi karo oo lacag laga sakayn kara wuxuu rajaxayaa sheekhulislaam ibnu taymiya ibnu qayim waxay rajaxayaa hadday miskiinka u maslaxa badan tahay qiimuhu in qiimaha la bixinayo oo miskiinka haddaad qaalin geela siiso iyo inaad adugu u qiimayso lacag siiso hadday lacagtu u qiimo badan tahay qiimaha lacagtaa la siinaya markaa kolba maslaxada miskiinku meeshay ku jirto ayaa la marayaa wayna bannaan tahay bay leeyihiin masaladaasuna waa masale xoog badan marka la yidhaahdo sakada qiimo ma lagu bixin karaa maslaxa ahaan markay noqoto maslaxada miskiinka ay noqoto way xoog badan tahay markaa isaga waana sax wallahu aclam jazakallahu khayran sheekh su-aasha saddex boqol iyo tobnaad sheekh waxaa meersaday gabar isagoon weligeedii uusan ogeyn bilooyin kadib ayuu weligii gabadha ka warhelay inaan ismeehersanay markaas kadib ayuu weligii nagu waafaqay meherkii aan ismeehersanay ee hore ma lagu celinayaa mid kale mise kii hore ayaan gabadha ku qabayaa maadaama uu meherkii nagu waafaqay weligeedii masalo u eg baynu xalay soo marray oo ahayd maxaan xalay soo marnay yaa xusuusta salatan baa soo marnay waxaan soo marnay xali waxaan soo marnay gabadhiyo idan la weydiisanin haddii la meheriyo oo gadaal ka ogolaato subxaalamayna soo marnay tanna waxa weeye weligii oon la weydiinin ayaa la mehersaday gadaal buu ka ogolaaday marka way isshabahaan xukunku waxaa loo badan yahay gabadhaasi weliga la'aantii la mehersaday isagoon loo sheegin oon fasixin nikaaxa hore inuu baatil yahay loo badanyahay sidaas daraaddeed waa in gabadha nikaax cusub la guuriyo kii horena wax jira ma ahayn
سيدنا وحا كم قضى ظاهر كحديث النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير ذن وليها فنكاحها باطل كور كذا وحبك ما تشيروا يا النبي صلى الله عليه وسلم هدوس كورك وحبك ما تشيرنا وين مركان لكوريو وولي مركو يمكدي كور لكوريو علم القار كود وحي قبان وحلي لدى نوعا وكلوحي للتصرف الفضولي بالله التصرف الفضولي وحويا شيء هذا التصرف كي سلاهي عدي لهي انت كعن افتاد اسكغا تصرفت marka kadib nagada uu kaaga ogolaado ka ku ijaazeeyo ijaazada dambe uu ku ogolaaday tasarrufkii ma sii kartaa mise ma sii kareysaa xilmada qaar qabo jira laakiin sida ixtiyaadkii dadaalku ku jira wax weeyaan waa in nikaah la soo celiyo oo gabadha nikaah sax la nikaahiyo wallahu a'lam jazakallahu khayra sheikh su'aasha 311aad شيخ وحن جوغا دلك مريكنكا وحن لعق كو ديرا اديغا وافي او لعق دولار اه ايان ديرا وحي رير كو هيلان لعق كينيان اه ارينكاس ما بنان يهي مساوح ديب اه ايا كو جيرا اديغا وافي نعابه ابلكيشن استمارا ابلكيشن يا هدو يهي ابلكيشن اما اب si automatic lacagta u sarifayo markaaba intuu sarifo gudbinaya haduu yahay markaa dhimanay haday tahay xawaalad caadi ah oo lacagtu ay marayso ama bangi ay marayso haduu yahay lacagta markaad geyso ee la wareejinayo inta taagan tahay waa in la bedelo oo loo bedelo lacagta cidda aad u dirtay ay qaadan doonto haddii aad soo dirto dollar oo cidda soo diraysa dollar ay kaa qabato sarifna aydan samaynin intaad wada joogteen dollarkii ay soo dirto cidda wax loo soo diray waa in dollarkii la siiyo ama ma ahe dollarkii la khiyaar geliyo la yidhaahdo dollarkii waa kan ma dollar baad qaadan mise qiimaha maanta joogaan hadda kugu sarifaa isagoo in la khiyaar geliyo laakiin xaggaa dollar baad la qaban isla meeshaana waxaa lagu heshiinayaa dollar baanu qaadaynaa dadkana shilin baan siinaynaa shilinka la siin doonana xaggaa lagama heshiinin oo xagga laguma sarifin markaasi waxa weye riba ku jirta ribada ku jirtana waa ribada la yidhaahdo riba nasiiha riba nasiiha waana ribada noocyada la ysku waafaqsan yahay baa ku jirta marka meesha aad joogtaan waa in sarifku ka dhaco idinkoo wada jooga lacagta xagga laga qaadan doono waa inay marka caddahay nooceeda iyo inta ay tahay tiradeeda wallahu aclam